يا أولادي التزموا بالدين منذ أول يوم من عمركم، فلقد بين الله عز وجل أنه آتى إبراهيم رشده من قبل، أي من أول نشأته، فلقد آتاه الله الحكمة وفهمه وعلمه، فهي فرصة عظيمة لكم أيها الشباب أنكم نشأتم على هذا الدين الذي حارب من أجله كل الأنبياء. فانظروا لما فعله إبراهيم في حياته، إنها لعظات وعبر على العاقل أن يتدبرها. أرى الحزن على وجهك يا شيخنا. كادت حياة سارة تنتهي يا ولدي، وقد تأثرت كثيرا بما فعلته هذه المرأة القوية الصابرة التي ضحت بكل شيء في سبيل الله. خرجت روح سارة الطاهرة العفيفة، خرجت إلى جنات رب العالمين، إلى الرفيق الأعلى. ماتت مولاتي سارة، إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتت السيدة سارة، يا للحزن الذي يسكن قلب أبي الأنبياء. وقف الخليل أمام قبر زوجته وشريكة حياته، يستغفر لها ويدعو لها ويتذكر صبرها وإيمانها وكيف حدثت له معها المعجزات وكيف رزقه الله منها على الكبر إسحاق، وأخذ يدعو الله أن يجمعه بزوجته وحبيبته في الجنة.
اقترب اقترب، هذه الأصنام ستقربكم لإلهكم، ستقربكم لرب العالمين الذي تدعون إليه. هكذا أنتم يا بائعي الأصنام تتاجرون في كل عصر وكل زمان بالكفر والشرك؟ ولكن هذه الأصنام ستقربكم إلى الله زلفى. ولا يسكت إسماعيل ولا يرضى بالكفر أمام بيت الله، ويمنع أي مظهر من مظاهر الكفر. أهكذا وأمام بيت الله يأتي بائع الأصنام لنشر الكفر والشرك؟ كيف يحدث ذلك وما زال خليل الله على قيد الحياة؟ سبحان الله. يا أخي، إن الكفر سيستمر مهما طال الزمان، وكذلك الصراع الأبدي بين الكفر والإيمان سيستمر، ولكن الحق سينتصر مهما طال الزمان. أما الكفار فلهم في الدنيا خزي، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ما هذا الذي تفعله؟ أتطوفون حول الأحجار؟ ماذا تفعلون؟ إنها أحجار. لكنها بيت الله الحرام الذي أمر الخليل ببنائه. ولكنها حجارة، حجارة لا تضر ولا تنفع. لكنها بيت الله الحرام. من هو الله؟ هل رأيته؟ هل سمعته؟ لا تصدق، إنها من أفكار إبراهيم، إنها خداع منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو كانت من عند إبراهيم لفعلها من قديم الزمان، وما تعرض للحرق والموت والطرد. أعوذ بالله من الشيطان.